أعزائنا المشاهدين، أهلاً ومرحباً بكم في حلقة جديدة من برنامج أخبار السلام. أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أنه وقع اتفاقية مؤلمة بشكل لا يوصف مع روسيا وأذربيجان لإنهاء الحرب بشكل كامل ونهائي في منطقة ناغورنو كاراباخ المتنازع عليها، بعد ساعات فقط من ادعاء أذربيجان أنها استولت على مدينة شوشة الاستراتيجية في المنطقة. وقال باشينيان إنه اتخذ قرار التوقيع على الاتفاقية بناء على تحليل عميق للوضع العسكري، وعلى أساس الاقتناع بأن هذه أفضل نتيجة ممكنة في الوضع الحالي. وقال الرئيس الأذربيجاني إلهام عليف عقب إعلان الاتفاق إن الاتفاق سيعيد إلى الدولة أراضيها دون مزيد من إراقة الدماء، وإن جميع العمليات العسكرية في المنطقة التي تقع في الأراضي الأذربيجانية والتي يسكنها ويسيطر عليها الأرمن قد توقفت. ومن جانبه قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن قوات حفظ السلام الروسية ستنتشر على طول خط التماس في ناغورنو كاراباخ وداخل الممر الذي يربط المنطقة بأرمينيا. وقال إن اتفاق وقف إطلاق النار ينص على تبادل الأسرى والجثث بحسب وكالة الأنباء الروسية الرسمية تاس. ويذكر أن موسكو حاولت التوسط في وقف إطلاق النار عدة مرات في الأسابيع القليلة الماضية، لكن كل الاتفاقات التي أبرمت انهارت في غضون فترة قصيرة. دعا الاتحاد الإفريقي رئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد الحائز على جائزة نوبل للسلام إلى وقف إطلاق النار في منطقة شمال إثيوبيا بعد الضربات الجوية المكثفة التي شنتها القوات الحكومية الإثيوبية على إقليم تيغراي المضطرب، والتي نتج عنها فرار الآلاف من السكان إلى عدد من الدول المجاورة مثل السودان وإريتريا. وذكر المتحدث الرسمي باسم الاتحاد الإفريقي أن هذه الهجمات جاءت رداً على بعض الزعماء المحليين الذين قاموا بتحدي سلطة الرئيس الوزراء الإثيوبي أبي أحمد. وقال أيضاً إن المئات من المدنيين قد لقوا حتفهم في تلك النزاعات وسط مخاوف من أن تدخل إثيوبيا في حرب أهلية طاحنة قد تقوض كل خطوات السلام التي انتهجها رئيس الوزراء الإثيوبي في السنوات الماضية، التي ستؤثر بدورها على القارة الإفريقية التي لا تحتمل المزيد من النزاعات أو الصراعات المسلحة التي تؤدي في النهاية إلى أمر واحد، وهو هجرة المدنيين أو قتلهم أو انتشار موجة أخرى من الهجرة الجماعية والمجاعات. ودعت كتلة الاتحاد الإفريقي إلى محادثات سلام وإنهاء كل الأعمال العدائية والصراعات المسلحة في إقليم تيغراي، لكن إثيوبيا قالت إن الوساطة لن تكون ممكنة إلا إذا تم تدمير معدات عسكرية في أيدي القيادات المحلية في الإقليم. إلى هنا أعزائنا المشاهدين نكون قد وصلنا إلى ختام حلقة اليوم، على أمل اللقاء بكم من جديد. تقبلوا تحياتي وتحيات أسرة قناة البوبطينة الثقافية.